خلونا نشوف تقرير عن الخبر اللي كنا اتكلمنا عنه امبارح، جولة طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في منطقة عزبة الهجانة، وشاف التطوير والشغل اللي بيحصل فيه في المنطقة. وكمان يمكن امبارح كنا بنتكلم على اللقطة المهمة الإنسانية دي مع الحاجة فادية، لما اتكلمت مع الرئيس عن متاعبها وتطمن منها على انها محلك موجود، طب صحتك اخبارها ايه، والدعوة الجميلة الطيبة اللي طبعا الحاجة فادية وجهتها للرئيس عبد الفتاح السيسي والبلد كلها. على كل الاحوال احنا معانا تقرير عن التطوير وعن فعاليات الزياره والجوله اللي قام بيها الرئيس، والقافله الطبيه كمان اللي تم اطلاقها في منطقه عزبه الهجانه. زي ما كنت بكلم حضراتكم امبارح ان التطوير دلوقتي بنتكلم على تطوير متكامل، انا ما بشتغلش على مباني وحجر، انا بتكلم على البشر كمان، تطويرهم او يعني نشوف سلوكياتهم، الثقافه، الصحه، التعليم، المرافق، كل حاجة عشان يبقى فعلا عايشين حياة أفضل. عن القافلة الطبية اللي تم إطلاقها بناء على توجيهات الرئيس، كانت دكتورة هالة زايد النهاردة على طول في قافلة طبية فيها كل التخصصات علشان تقدم الكشف الطبي وتوفر العلاج بالمجان لأهالي عزبة الهجانة. أقول لحضراتكم أن القافلة دي هتستمر لمدة 3 أيام من الساعة 9 الصبح ولغاية الساعة 4 العصر. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي و نرجع لحضراتكم مرة تانية. اهلا بيك، اهلا بيك، مصر كلها بتحييك ويسعدك ويهنيك. امين يا رب. يطرح البركة فيك. خدوا حاجتك بقول لك؟ خدوا حاجتك، خدوا مكاني. لا، ليكي مكان. لا. ليكي مكان. ربنا يسعدك ويخليك ويحميك من كل شر. يا رب يحميك من كل شر. احنا علينا ليك. انت كويسة؟ الحمد لله. رجلي كلها خشونة وظهري مش بقدر أقوم. لا الله يخليك لي يا رب. لا يسعدك ويكون شر الطريق عليها يعني. الله يسعدك ويخليك انت عايزاه شر الطريق ويخليك لاولادك يا رب ويخليك ويحميك من كل شر يا رب. يا رب احنا تحت امرك. الله يوسع عليك يا رب. وعد فأوفى، وهي دي البداية من خلال القافلة الطبية اللي شملت جميع التخصصات بتوجيهات من رئيس الجمهورية لرفع المعاناة الصحية من على كاهل مواطني عزبة الهجانة. القافلة دي 16 عربية زي ما حضرتك شايفهم، عربيات في جميع التخصصات الطبية، جراحة، عظام، مسالك، أنف وأذن وبطن، أطفال، نساء، تنظيم أسرة، رمد، كل التخصصات الطبية، خدمة طبية مجانية بالكامل، صرف أدوية فوري بالنسبة للمرضى. احنا النهاردة قاعدين 3 أيام وفي عندنا احاله للمستشفيات طبعا، حتى يعني بالنسبه للجراحه الناس بتستغرب العياده مكتوب عليها جراحه، طب هي ايه؟ هي خاصه بالاحاله، يعني الحالات اللي محتاجه عمليات او في حاله انتظار بنعملها احاله للمستشفيات بالورق بتاعها. احنا بنعمل تثقيف صحي وارشادات للصحه، وبعدين يعني صراحه اول مره يحصل موضوع القوافل الطبيه الكامله دي، ودي حاجه جميله حصلت في المنطقه، وبعدين استفادت منها الناس كتير وتفاعلت معانا عشان المركز الطبي بعيد عنهم شويه. تطوير عزبه الهجانه ما وقفش فقط عند القافله الطبيه، وانما شمل عمل موقف خاص بالمنطقه ومدارس ومحلات ومركز شباب كمان، ومحاولات كتير لرفع كفاءه المنطقه ككل. وفرنا لنا كل حاجه، علاج ببلاش وكشف ببلاش، وبيراعي الغلابة، ما معهمش يكشفوا بره، يعملوا تحاليل بره الفيروس سي. الشكل الجديد خطير يعني بصراحة، احنا كنا نتمناه من زمان، والموقف ده جميل جدا، حتى اليوفط اللي حاطينها والأماكن، أماكن حتى بعيدة عن الطريق، معنى الحوادث والشغب اللي كان بيحصل في الشارع. الزيارة أسعدت الجميع، كل الناس بأمانة كانت فرحانة جدا والله، يعني ما حدش كان متوقع إن الرئيس يجي مناطق شعبية أو كده، إن هو يجي فيها وكده، بس دي فاجأة الجميع بأمانة، زيارة جميلة جدا وكله فرح بيها والله. النادي المصري النهارده اهو ده بالنسبه للعزبه يعتبر عرس. بالنسبه للعزبه يعتبر عرس، والله يساعد كل واحد حط قرار وحط رايه في هذا الوضع. عشرات السنين وعزبه الهجانه كانت مهمشه، لكن اللي بيحصل فيها النهارده هيقلب شكل المنطقه وهيوفر للمواطنين خدمات متميزه.